رجعنا لحضراتكم بعد الفصل عشان نختم بقى مع اخبار الكره العالميه. والخبر اللي جاي ده بالنسبه لي انا مستغرب له. طبعا عارفين بيكيه نجم برشلونه الاسباني، تقارير صحفيه ده كمان ايه، خلي بالكم الخبر ده موثق جدا يعني. تقارير صحفيه اسبانيه قالت ان موقف بيكيه، جيرارد بيكيه نجم برشلونه السابق، من الدخول في سباق المنافسه على مقعد رئاسه نادي برشلونه خلال الفتره المقبله، وتنتهي ولايه الرئيس الحالي طبعا خوان لابورتا زي ما حضراتكم عارفين صيف 26. وبحسب صحيفه سبورتس لكاتالونيا، فان احد المديرين التنفيذيين لبرشلونه التقى مع بيكيه قبل عده اسابيع يعني، وتحدثوا سويا حول موقف النجم السابق من الترشح لرئاسه النادي. واضافت الصحيفه بيكيه كان واضحا فهو بعيد عن عالم كره القدم المحترفه حاليا، وفي الوقت الحالي ليست لديه اي نيه للعوده، حيث يشعر بالراحه التامه ولم يكن يفكر حتى الان في المنافسه على رئاسه النادي الكتالوني. واشارت التقارير الى ان بيكيه في الوقت الحالي لا يرى نفسه رئيسا لبرشلونه، حيث ان لديه اولويات اخرى في حياته سواء من الناحيه المهنيه او الشخصيه. انا مستغرب لان بيكيه وهو بيلعب كره كان بيدرس وكان بيذاكر، وكان متوقعين ان ده كادر لبرشلونه جديد، فان انت يبقى عندك فرصه ان انت تجهز عشان تنزل انتخابات وتقول لا بعد اللي انت عملته ده كله. انت خلي بالك في فتره من الفترات كان بيكيه هو اللي بيفاوض اللعيبه، وكان بيكيه هو اللي بيقنع اللعيبه انها ما تمشيش، كان ليه دور مثلا في موضوع نيمار ده، حاول معاه كتير ان هو ما يروحش باريس سان جيرمان لو تفتكروا. التفاصيل دي كلها كانت مؤشر لان بيكيه هيكمل يعني. نشوف بقى خوان لابورتا بقى. خوان لابورتا رئيس نادي برشلونه قال انه مقتنع بان النادي بفضل الاداره الحاليه سيتعافى ماليا في وقت اقرب من المتوقع في الخطه الاستراتيجيه للمؤسسه. وقال لابورتا اليوم الخميس اثناء فعاليه تجديد تعاقد اليخاندرو بلدي حتى عام 28، نحن نتحسن في جميع الجوانب، واعتقد اننا جميعا متفقون على ان لدينا فريق جيد جدا هذا العام. واكد الرئيس ان مجلس الاداره بذل جهود كبيره من اجل الحصول على اللاعبين الحاليين، مشيرا الى ان كل هذا كان يستحق العناء. وعن النتائج الجيده التي يحققها الفريق بقياده المدرب تشافي هرنانديز، اشار لابورتا الى انه عندما ينجح الفريق فان النادي يلاحظ ذلك. دي خلي بالكم خطه اللي لابورتا حاططها من ساعه ما جه وخد قرض بيها، ومن قبل الانتخابات كمان حاطط الخطه. لكن هو شاطر جدا في اداره الامور دي بشكل جيد، الامور الماليه تحديدا يعني، هو شاطر جدا في اداره الامور الماليه دي بشكل جيد. استلم نادي برشلونه في مأزق كبير جدا، عقود كتير جدا للعيبه، مبالغ ضخمه بتتصرف في النادي، وعالج كل ده واحده واحده اهوت، وقريب جدا بيكسب وبيقدر ياخد بطولات خلي بالكم، وبينافس السنه دي ماشي كويس قوي في الدوري ونتائج كبيره لا هو موهوب في اداره الازمات. واخوان لابورتا خلي بالكم من هو رئيس نادي من زمان قوي يعني، راح وجه وبتاع، بس هو لا عنده خبره في اداره الازمات الماليه دي كويس قوي. والقرض اللي خده ده انا دلوقتي واثق ان هو هيسدده، لانه ماشي كويس جدا ومحافظ على مجموعه اللعيبه اللي عنده، بيقدم نجوم بشكل كويس جدا جدا يعني. دي كانت نهايه حلقتنا النهارده من 7 داي سبورت. نتمنى ان احنا نكون ضفنا ولو جزء بسيط لمشاهدي قناه النادي الاهلي والجمهور النادي الاهلي، سواء بتغطيتنا لاخبار النادي الاهلي او للاخبار العالميه. وهنا تنتهي حلقتنا، وفي الختام خير سلام.